لو ماك دو ويكاند. عسلامتكم مرحبا بكم, هذا لو ماك دو ويكاند, ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. دونك كل عاده لقيت هذا تعرف اللي يجي بحدنا شيف دالي. بونجور شيف. اهلا وسهلا. شحوي لك يا شيف. بخير انوار. ايش عامل؟ الحمد لله. عملت باش تعمل دوره في المارشي؟ بس عملت باش نزيد نعمل نرجع. قبل حقا مشيت؟ مشيت. قمت بكري اليوم؟ قمت بكري اليوم؟ بيان سور. كومون سا سفي؟ كهو سبت حد يا جماعه نقضي دوره في المارشي الصباح, تشوفوا الاسوام, تشوفوا الحوت. بي؟ ومن بعد نتوكل على ربي ونقضي. داكور, دونك اليوم في المنيو تاعنا عندنا حويطه. عوي ما فهمت به. دونك نتعلم من احلى دبارة مع الشيف داليا بودا. نبدا بالسلايطه اللي باش تفرح الدكتوره. فوالا السلطه البلديه. ايه دونك شنو فيها؟ فيها الفقوس, فيها الفلفل, فيها الطماطم, فيها شويه بصل, وفيها التفاح. دونك السلطه التونسيه فيها التفاح, يبداش هكا التفاح الحلو, يبدا اللي فيه شويه قروسيه هذاك, ونفوحوها بشويه نعناع شيح وشويه ملح وفلفل اكحل وزيت زيتونه وعصيره قرص. كان نحبوا زاد من غير فزغرونه نتاع خل. دونك الحوت, ناخذ الحوت نتاعنا بيان سور, يبدا فريشك والكل, نشعلوا الكانون اليوم نهار حد. اكو لي دكتور. وي البربكيو الدنيا زعما دكتور. ما نحرقوش ما نحرقوش هاي بيان سور. يبدا مروب شويه. ما نحرقوهش. وي هنا يبدا مروب شويه, وناخذ الحوت نتاعنا نتفوح بشويه ملح وشويه فلفل اكحل, اذا كان يبدا فريش من غير ما نحطو كمون خاطر سينو باش نحيو البنه نتاعو. دونك نبداو نشويو كل حويطه نتاعنا لاكومبانيمون. عملنا عجب السوبيا. دونك وقت السوبيا نعملو زيت زيتونه وننظفو السوبيا نتاعنا ونقصوها تبدا هكا اون جوليان, تتصوت شويه في بصل يبدا جيد 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 على الاخر, وشويه ثوم من غير فهم تاع طماطم معجونه, كعبتين تاع طماطم يبداو مقصوصين اون كوب من غير فهم تاع هريسه عربي, شويه ملح وفلفل اكحل, وما ننساوش مغيرفه نتاع كركم خاطر السوبيا تحب الفلو دي مير, ديما يحب الكركم. دونك بشويه بشويه هذوما تقليه صغيره, وبعد نمرقوا بالماء, وفي الاخر باش نحطوا جرينات نتاع فلفل يبداو حارين شويه هكا, يبداو مقصوصين وكعبتين اعظم. بيه بيه رشه معدنوس منفوخ تبدا مولنا امريكلا. بعد عندنا بريكا. بريكا كان نحبوا بريكا بالعظمه, سينو كيما خالت الدكتوره هكا الشوفريت. ناخذوا شويه بطاطا نصمتوهم بالكدا, نزيدوا عليه شويه معدنوس, نزيدوا عليه شويه ملح, شويه فلفل اكحل, رشه زغرونه نتاع جبن, نصوتيو كالشوفريت نتاعنا كيف كيف, حتى هي نخلطوها مع البطاطا, نعملو كعيبات نتاع دوا ويلا كعيبه بريك كامله. وبيان سور عاده في الاخر مادام ما عملنا حويتات ناخذوا سوربي سيتون. وكل واحد يعمل بغيرفة. كيفاش نعملوه السوربي في الدار؟ لا سوربي سوربي نورمال. لا لا ما نورمال, ناخذ حكه سوربي حبيت زعما نعملو وحدنا في الدار. لا لا يلزمنا ماكينه, يلزمنا الدنيا, يلزمنا تعرف الخوله. صعيب صعيب. سينو وقت الفريز زاد نجمو ناخذوا كعيبات نتاع فريز ونعملوا هكا سلاد فخوي تبدا باهيه مفوحه بالزهر وشويه سكر وتبدا امورنا واضحه. ليه عليه السكر؟ السكر لا السكر لا كعبات فريز وشويه زهر شو ما بنها ما غير سكر من غير سكر هكا هاو مشيت معك بالحق بربي اللي يسمعوا فيا. ما تحطوش السكر مع الفريز والزهر راهو تو دابور اكل بنه واكل قروسيه هذيك في الاخر واحد نتاع الفخيز نفقدوها وكل الفيتامينات وش خات هذيك الكل مشيت مع السكر مع السكر ماله مشيت معك يا بسر طيب علينا من السكر هكا هاو ما ديما علي بالحق يقعد لوكو تقول نستحفظوا على الكروسيه نتاع الفخيز وفيها سكرها اي الفخيز فيها برشا سكر نحيو السكر نحطوا شويه نعناع هكا يبدا مقصوص جيد وي ولا أحضر. ولا حبق ولا حبق بي يخو بخاطرك ميرسي. دونك بزلنا معاكم هاتيك شي نص نهار ان شاء الله الاكيب يحبوا يحكوا له لي حاجه بربي خا نشوف شكون حبوا الفريز دونك بي حاسيلو دونك شيف دالي باش تقعد معايا على خاطر توا باش نحكيو في سوجي يهمك شوي. دونك اليوم باش نحكيو مع ميرفت كيفاش تنجموا كيفاش نجموا نتعاملوا في المطعم. وي اش قالك في هذا؟ دونك هذا سوجي يهمك. لو ماك دو ويكاند. عسلامتكم من جديد, هذا لو ماك دو ويكاند, مرحبا بكم. دونك توا باش نحكيو معاك انت ميرفت بن عرعار, خبيره في الاداب والسلوك, على كيفاش نتصرفوا كي نمشيو المطعم. دونك علاش قبل ما نعطيك الكلمه خلينا نشوفوا مع الشيف دالي. دونك باش نحكيو على العبد يعني كي يخرج مع جماعه مع اون كوبل والا مع الاصحاب كيفاش يلزمو يكون, ومع زاد البيرسونيل غادي كيفاش يلزمو يكون. نحكي لك على لي صالي نهار الجمعه ولا اعطيني احكي لنا شنو الحاجات اللي عشتهم واللي يبهتوا ولا ايه؟ لا هو والله الحقيقه شوف ساعات شويه من الكليون ايه, وساعات زاد كيف كيف حتى احنا نبداو خدامه بصفه عامه يبداو مقصرين شويه في السيرفيس. حتى انت توا سيرفور تخدم
وفي الريستوران دونك ما فيها باس كي باش تفقد الكليون تاعك سافا سايتي نقص حاجه يحب يزيد حاجه ينجم عبد حاجه ما عجبتوش وهو حاجه ما ينجمش يتكلم فهمت دونك احنا الا بسيف برا امشي دور برا اطلع برا تفقد الكليون هذا هو باش ديما ترسيلو المتر دو سال ولا المسؤول في الريستوران يبدا يدز في الخدامه باش يمشي واللي هو راه نورمالمون خدته معناها عندنا شويه تقصير في الحكايه هذه هو ديما العباد الكل يقول لك اسمع يا حسره على السيرفيس وما حسره على السيرفيس لا قصنا برشا 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 في تونس في السيرفيس وفما زاد ساعات شويه من الكليون فما ساعات الكليون يبدا ما يحترم مش ما يعمل حاجات مش باهيه يدز الصحن فهمت اليوم نورمالمون حاجات ما يصيروش ما عجبتكش حاجه تنزل تزيديك يجيك سيرفور يبدل لك ولا ينحي لك ولا اللي هو هذا هو ميسي نو يلزمنا نوسعوا بينا اسمع عنده برشا حكايات غير ما يحبش لا هو عندي برشا برشا تحس برشا اللي هكا قاعدين في كلام عرفت برشا برشا حكايات اما هو ديما يلزمنا كهو نوسعوا بينا مع الكليون هو ديما يقولوا الكليون سي لو روا مادامو يخلص مادامو جاي للريستورون يلزموا يلزم العباد تحترموا هو زاد ما فيه بس حتى يحترم زاد وي خنشوفوا مع ميرفا تتفاعل انت معاها شو فما شي حاجه تفكرتهم او فيغ يا ميزور دونك ميرفا تشنج نقولوا في الموضوع هذا الموضوع هذا كبير برشا خوله وكما قال الشيف يلزم نبداو ساعه البيرسونيل خساره هي لا فورماسيون يلزمها تتعمل على لو كوتي هذايا معناتها الكوتي سافوار فيفر كيفاش نتعاملوا مع الكليون معناتها يلزم اللي عندهم لي ريستوران يركزوا عليه الموضوع كيما حكينا يظهر لي فيه قبل زاد اللي عنده بوتيك يلزم الخدامه نتاعو يفهمهم كيفاش يتعاملوا مع الكليون وصحيح لو كليون اي روا مي مش فما فكره انا بفلوسي وحكينا فيها جمعه اللي فاتت في الاوتيل فما ناس معناتها يقول لك انا بفلوسي نجم نعمل اللي نحب لا كي يتيح القدر وقلة الاحترام حتى بفلوسك ما معناتها ما تنجمش تشريها هذيك تربية واخلاق يلزمها تكون فما امينيمو باش نبدا انا ساعه بالحاجات اللي كما قلت خوله قبيله اذا الراجل يخرج مرته ولا خطيبته ولا صاحبته فما حاجات صغار معناتها يتعملوا برشا نتصور ما يعملوهمش تبدا ساعة كيفاش تطلع المرأة في الكهرباء يلزموا يحللها الباب هي برشا هي كي تجي حابته يحللها الباب هذا في الرونديفو الاولاني هذا الرونديفو كاها غالونتري اون غالونتري كي مومونتاني افيمير سيره برشا كي فما دروج مثلا باش نمشي ريستورون فيه دروج يلزم ديما الراجل يكون قبل المرأة في الطلعة متاع الدروج يلزم الراجل يكون قدامها وفي الهبطة كيف كيف باش كان زلقت وهي لبسة التالون في الرونديفو الأولاني ينجم يلقى ديما في الرونديفو الأولاني فرصة دونك قبلها مش بعدها ديما قبلها ديما قبلها في الدروج في الدروج في الدروج في الطلوع وفي الهبوط كي ندخل الريستوران يلزم الراجل يحل باب نعرفوها هذايا اما يلزم هو بعد يدخل قدامها معناتها مش يخلي المراه تدخل هي احنا عندنا العاده يحل الباب خليها تدخل المراه تدخل لا يلزم يحل الباب معناتها المراه تقف شويه مي هو يدخل علاش باش يشوف لا فريكونتاسيون تاع الريستوران شكون اللي فيه باهي ولا ساعات معناتها تنجم تهز المراه الريستوران ومن بعد تلقى وجوه ما تعجبش السهريه كلها مشات معناتها دو بريفيرونس الراجل عنده نظره ويعرف هكا شويه هوني بارجل باش يقول لك كي نمشيو احنا ديما فرد ريستوران ديما لو ميم ريستوران ديما فرد فرد بون تو بو با لو فير خاطر اذا كان انت مستانس بريستوران وتعرف الناس اللي فيه وتعرف تحس روحك معناتها داخل البلاصه معناتها هكا تحس روحك انت مرتاح فيها ما نتصورش هذا باش يهز انسان مراه البلاصه اللي هي هو جينيرال مود بريفيرونس تدخل هو على العينين خاطر جينيرال مود المراه كي تدخل ديما العين خير باهي دخلنا تو الريستوران باش تقعد تقول لي يجبد لها الكرسي يجبد لها الكرسي هذاك في البرومي رونديفو هو ينحي لها الكبوت اما خوله مش يجبد الكرسي معناها يلزمو يقزقز الكرسي يلزمو يتهز بشويه بشويه ويتجبد خاطر الشيف دالي يخاف على الكرسي هون على الكرسي وعلى الناس اللي قاعدين منا ومنا اذا تصور انت ثلاثه واربع من الناس دخلوا فرد وقت في طاوله والكلهم يجبدوا الكرسي ويبدا يقزقز خاطر ما فماش زرابي في الريستوران معناتها حس يقلق برشا معناتها نردوا بالنا في الكوتي هذايا قعدنا توا سيرفييت ناخذوا سيرفييت نحطوها على ركايبنا اول حاجه
الكابوت كما قال شيف دالي بالطبيعه يلزم ينحي لها الكابوت قبل ما تقعد بيان سور جاش وانت بيان سور انت مقبله بيان سور بيان سور ديفلوب تاخذ الكابوت يا خويا هذا الكل هذا الكل يجي تو هكا يجيوك ان كوبل دونك جو بونس تعرف كي نعمل بدون ما الكل تقول هذا مي سينون فما في دي ريستورون تدخل متر دو سال هو اللي ينحي الكابوت ويعلق ايوه هو اللي يجبد الكرسي هو اللي ياخذ لك الساك وكل الساك المرأة كي تقعد زيدا احنا عنا عادة وما كنتش نعرفها وانا بدي نعملها كي نقعدو نقعد نهز هكا باش نقعد مرتاحة عمرك ما تهز تطلع روبتك ولا جوبك ولا في ستك وتقعد ما انت يزمك تقعد ناتشورالمون كيما جي ما انت ما تعملش لو جيست نتاع الهزين هذيك معناها سي با اليغون سي با اليغون المرأة تهز حاجتها وتقعد على الكرسي نتاعها الساك اللي راه برشا اي الساك وجينا غير ساعات حطوا على الطاوله حطوا على الطاوله ماهيش بلاستو بالكل قريب شكل معاهم قريب شيء ومش يبدا صغير ديك كيف بدا دو مارك شيف دالي كيف بدا دو مارك هذاك زعما ما بقتش بالفازه تاع وانت شايفه هذاك كيف بدا دو مارك يتحط على الطاوله الساك بلاستو هو نورمالمون لي ريستورون شيك يحطوا فما بوف يحطوا للساك شيف دالي هذايا اوبسيون هذايا لازمنا يزمنا ناخذو هذايا لي بوف والا فما ديكروشي اي بس ما ديكروشي نلبزوني انا ما يتيح ما يشدش مش ديما انت اذا باش تساكك معبي برشا فيها في كل شيء ما انت كيما نعرفوا رواحنا باش يتيح ننسي الكروشي ننسي تهز يا انت كروشي معاك يا ما فما دي ريستورون اللي عندهم لي كروشي ولا ساعات تلقاه ديجا في الطاوله فما كروشي فما كروشي والا اذا ما فماش برشا ناس ما انت تطلب كرسي اخر وتحط الساك نتاعك اذا ما عندك حتى حل تحط الساك يا وراك خاطر انت بطبيعتك كي تقعد ماكش باش تقعد هكا يزمك تخلي ديما شويه اسباس وتقعد مستوي معناها ظهرك ديما يزمو يكون مطلوق تحط انت والكرسي نتاعك يا وراك يا بجنبك الساك خاطر منظرو ماهوش ماشي بلاصتو دون تو لي كا الطاوله واضح تو بدينا باش نختاروا المنيو يجيب لك الشيف ولا السيرفور الكارت المراه تقعد 10 سنين باش تختار المراه تقعد 10 سنين صحيح ومسكين هكا شيف دالي ساعات الراجل يبدا ياكل وهي تو مختارت تقول لي والله حايره يا مدام فما هذا فما هذا شو تحب تقعد حايره مسكين ومسكين السيرفور وقتها الى هنا فما الفينا الفينا اذا مازلت ما اخترتش ومازلت ماكش عارفه يا اما فما نجم تسأل خاطر فما برشا ينجموا يفسروا لك فريمون لي ديتاي خاطر فما دي نون محليهم كي تقراهم اما تقول شنو في وسطو هذايا يلزمك تستفسر او فما دو كا فما دو جونغ دو سيرفر فما اللي يستريسي كي بدا يحب في ساعه يعدي الكوموند وانت تبدا ما تمزل وفما اللي ينسيك جمله فما لي كارت اللي فيهم كل اسم نتاع اكله ملوطه لي تصويره بتاتر اكزاكتومون لي زانغريديون راهو موجود هذيك يعاون برشا يعاون برشا مي احنا ككليونات يلزم كي نزلت ما اخترتش يلزمني نقول للسيرفور سامحني ارجع لي بعد درج ولا مازلت نختار ما تخليهوش واقف بجنبك وانت مازلت تجادل هذه اي هذه لا هذه بنينه هذه لا معناتها يلزمنا نقدروا السيرفور وما نخليهوش واقف بجنبنا وي اللي نعدي اونتري ونستناو حتى لين حتى لين ناخذ وقتنا ماهيش مشكله هذيك سي با بدينا باش ناكلو كملنا نحطوا لي فورشيت الفرشيطه والسكينه مقابلين باش يعرف هو اللي كملنا وفات الحكايه صحن ينجم يمشي فما زيدا ساعات نقعد نحكيو برشا والصحن مازال ويجي سيرفور يهزهولك ديريكتومون كيف كيف فما ما نعرفش اسكو شيف دالي يحكيو لهنا لي سيرفور يعرفوا معناتها كيفاش يتحط الفرشيطه هذه راني باز هذايا راني السيرفور بعد ما تحط البلا اقل حاجه فما مرتين لازم يرجع لكليون سافا سايتي مكلا بنينه مش بنينه عاود يرجع له مره اخرى ساعات الخا كليون يقعد يحكي برشا لين يبرد الصحن نتاعو يعيط لك يقول لك سخن لي شويه تعاود تسخنه تعاود تعمل له دريسا واش تعاود تنزل لكليون اما فاس الفراش الفرقيطه والسكينه مش الكل يعرفوها راه يعني الكود انتم يتعاملوا معاكم برشا بالكود لا مش برشا مش برشا في تونس مش برشا حكايه وقتش البلاجب وقتش ما عجبش وقتش هما لي كود كبار برشا هما 8 ولا 9 مي فما البازيك اللي معناتها
اللي ما نتعاملوش بهم في تونس او موا لو سيرفور اذا تلقى عبيد تحكي ومازالت فما حاجه في الصحن ما يجيش يهز الصحن. صارت الجمعه اللي فاتت المدام شات للتواليت ورجعت ما لقاتش صحنها, هو مسكين خاطر احنا كملنا وهي مازالت قاعده تحكي افكتيفمون هز لها صحنها. بون ساري ساعات نجم تصير غلطه صغيره. كي باش نجيو نشربو نمسحو فمنا قبل ما نشرب باش ما نخليش الحرف متاع الزيت اللي, وبعد ما نكمل كيف كيف نمسح فمي من اللي فما في من الماء ولا باش ما يبداش يقطر معناتها. كي ناكل ما نبداش الماكله في فمي وانا نحكي, معناتها يلزم فما ناس عندهم يبداو قاعدين وبطبيعة احنا ماناش ماشيين باش نبداو قاعدين الكلنا مسنترين وما ميزمناش نتكلموا, مي نفرغ فمي ومن بعد نحكي. فما عباد يبدا ياكل و اون ميم طون يحكي سي تري موفي, معناتها خايبه برشا سناسة اللي مقابلك. معناتها انا مثلا تقلقني برشا وصاي طارت الشهيه ما عادش نجم ناكل وعبد قدامي الراف الماكله قاعده تتعجن في فمه ولا تمتميت. معناتها مازالوا فما عباد ما تمتو يبدا قاعد و معناتها فريمون فيتا هذاك لي شربه لا سوب كويس تير يصير جو بونس هذا كل تشوفو شيف دالي. والكوردون الكوردون كي تاكل اللحم معناتها تطلب الكوردون, الكوردون دو بريفيرونس ما نستعملوش على الطاوله. معناتها نمشي للتواليت ننظف سنيه, خاطر فما اللي يقول لك ميسالش كي نعمل سيرفييت ونبدا نعمل سنيه سي تري موفي, خاطر انت في مخك سايي تتخيل فك الكوردون بين السنين وقاعد تنظف في سنيك وعبد مقابلك قاعد وراه مش به اونتربانتيز كوردون هو حتى للسنين يضر مش به مش به الفيس دونتير خير بك خير مي حتى كان باش نستعملوه خاولا في التواليت نستعملوه مش قدام العباد مش قدام العباد. معناتها هذايا الكل هو سيتان ريسبي احنا لو سافوار فيفر ديما نقولوا لو ريسبي انتر العبد اللي تتعامل معاه سواء في خدمتك ولا في الريستوران والا معناتها كل الحقره وكل لي مانيير الخايبين يتنحاو بال تهذيب الذوق. هو احنا مش باش نوريو كيفاش باش تولي انت خير حياتك رانا احنا خير منك برشا, مي فما كالكو استوس واحد مضى بيه يستعملهم باش يكون يتبعهم ويتبع معناتها شويه يواكب العصر. بالنسبه للي سيرفور حاجه مهمه برشا انه ديما لازم يستقبل الحريف بضحكه. نعرف فما ضغط فما دي ريستوران اللي تبارك الله يخدموا وستريس وتلقاهم يخدموا بلوزيور سويه برشا ورا بعضهم وتبدا تشوف فيه يجري من بلاصه لبلاصه, معناها كي تخلط انت ساعات تلقاه سايي معناتها او بو دو سينير وماذا بيه كلمتين اخوات ما يسمعهمش وانت ماشي ان بليزير ريستوران احنا مش كل يوم في الريستوران معناها ماشيين باش نتفرهدوا باش نبدلوا الجو باش نحيوا ماكله الدار نبدلوا شويه. ماذا بيستقبلك حتى كي يبدا ستريسي شيف دالي كوميم يقبلنا بالضحكه ومش هكا معناتها اي فيسا شنو تحب خاطر اللونجاج كوربوريل معناتها عنده مهم برشا معناتها هكا راني هيا فيسا وازرب روحك وسي انت دخلت في ستريس وباش تولي تختار حاجه بضغط وما عجبتكش من بعد ومن بعد تقول والله الريستوران هذايا ماهوش باهي ويمشي فيه اسم ماهوش باهي اورك ضحكه صغيره تبسيمه صغيره وتتعدى الامور ونعرفوا الناس الكل رانا تعبين مي ان بوتي جيست ينجم يبدل. نشكروا معناتها ما ننساوش انا باش نشكروا كي تعجبنا الماكله نقولوا يعطيكم الصحه نعيط للشيف والا للسيرفور السيرفيس اللي تي بيان ما تفرحوك يقولوا لكم يعني بيان سور كو سوا سيرفور ولا اللي في الكوجينه ولا كل نجم سيرفور ساعات يعيطوا الكليون يقولوا كل شيف يعطيك صحه ما سي يجي هي ما تبدا مستانس انت يعني ديما تبارك الله ماكلتك بنينه صافي لا ديفيرونس ولا ديما يعني تفرح ديما تفرح تصور يفرح بالطبيعه يقول بتيت خستانس لا بلا خاص كي تعمل بلا جديد ولا تعمل ديسير جديد ولا حاجه كي يدخل الكليون يقول لك ميرسي يعطيكم الصحه برافو سي اون ريكونيسانس تلقى الخدمه فرحانين لي كويزينيي لي سيرفور الناس كنت تبدا فرحان. حاجه باش نسالك عليها اسكو انتم عندكم انفلونس ساعات تمشي الريستورون الطاوله اللي بجنبك
الضحك ما عادش ضحك تقهقيها والكلام بالقوي معناتها ما يولي مقلق تولي حاجة تقلقك اسكو نجمو معناتها نعيطوا لل نقولوا لكم معناتها تنجموا تكلموهم ولا صعيب معناتها يعني تصير برشا مرات خديش مرة كليون يعيط لك يقول لك بربي خاطر احنا لي تابل الكل بريسك بيسترو كل قراب لبعضهم الكل يعيط لك سيرفر يقول لك بربي يخلوا ينقص شوية راهو يتكلم في برشا حس ولا خاطر هو جاي باش يتعشى جاي باش يقدم هو مرته يبدا ساعات فما كلام يبدا هكا زايد شوية ولا حاجة يعيط للسيرفر يخلوا بربي كلم كليون ذاك يخلوا ينقص شوية في الوقت تمشي له وتخلوا ينمد ما يتقلقش يعني سير ما يتقلقش هو ماذا بيه احنا كي نمشيو ما غير ما نعيطوا للسيرفور ماذا بينا احنا نحترموا رواحنا معناتها كي نبداو قاعدين اول حاجه مش لازم اللي بجنبي يسمع حكايتي الكلها ويولي لعبت اوتوماتيكمون حتى كي ما تحبش تولي مركز معناتها تولي ما عادش مركز مع اللي مقابلك تولي تسمع فك الحكايه اللي بالقوي والضحك القوي سورتو هذاك اللي قلق برشا معناتها نحاولوا نخمو ديما راهو فما ناس معنا اللي جايين يحبوا يبدلوا الجو نبدل الجو معناه ما نحبش اعصابي تتوتر ولا نتشنج والا معناتها ندخلوا في قلق يولي قلق للعبيده اللي معاك وحتى اللي معاك ماش نجم تركز على حكايه ماش معناتها ساي لا سواري ولا العشيه فزدت وكهو حاجه اخرى خاولة البورتابل اها ايش نعملوا اون ايفيت خاطر تو ولينا نراو يدخلوا الناس بعد كملوا كل شيء كل واحد يشد تليفونه شقين في الحكاية ذي عاد شيء موجودة الناس الكل على انستغرام موجودة بالقديم كل سوا زيادة حتى الكليونات وساعات زيادة الخادمة يسايب خدمته تخاشي التليفون هذيك خايبة برشا كي تدخل بلاصة وتلقى السيرفور يبدا شاد التليفون مولا المحل ولا مولا المحل شادين كيفاش السيرفور يكون قاعد يشاد التليفون شاد التليفون شاد التليفون والخدمة احنا قمنا عليهم توا حط التليفون تاعك في الكازي ما غير ما تدخلوا للريستورون دخل التليفون عندكم الحق على خاطر منظر خايب برشا تلقاهم شادين تليفونات واقف في تركينة وشاد التليفون حتى ليماج دو ريستوران تفسد معناتها ماهيش حاجه مليحه لازمك تشوف شيف دالي بالتليفونات انا الله غالب شيف دالي الخدمه الكل بالتليفون كلتين سنين ما تنجمش تعملها ماما الو الو خدمه بالتليفون ما نقوسي بالنجم ناحي تليفون شيف دالي حتى نبدا في الدار مع العائله راخد يلزم تليفون نقص يلزم اللي ربيعين شيف دالي مسكينه اللي بالتليفون كل شيء يعملوا بالتليفون ساعات حتى في التورناج لا احنا نحكيوا على حاجه اخرى اللي ولا الكوميونيكاسيون لا كلام ديال شيف دالي خاطر شيف دالي والتليفون قصه كبيره ياسر قصه حب كبيره احنا نحكيوا على الكوميونيكاسيون معناتها نخرجوا مع اولادنا ولا مع اصحاب اللي مريناهمش عنا برشا وتلقى كل واحد شاد التليفون وسيب حكينا كل شيء مشكل وفي وكل واحد يسو روتير حتى في الديار مالوغوزمون برشا عبيد يعني فما تصاور يقول تمشي تطل على ميما ولا من بعد في بعد تغزر تلقى مسكينة هي قاعدة وحدها والصغار الكل والعبيد كل شادين تليفونات يعني مالوغوزمون هذا ولا تصير في البلايص الكل ميرسي مرفة شوف دالي تحب تضيف حاجة هكا اللي قالته كله صحيح زاد كيما عمل نداء للكليون تاعك لحرفائك حتى هما زاد يلزمهم ينقصوا شوية خاطر ساعات تشوف حاجات خيالية فما مرة كليونت دخلت الريستورون معبي وفما تيدابل مكتوب فيهم ريزيرفي عجبتها هذيك مدام سافا مرحبا بك تابل بور دو مدام ما عملت ريزيرفاسيون علاش ريزيرفاسيون اخي وليتو بالريزيرفاسيون اي مدام كي تمشي الريستورون عمل ريزيرفاسيون بصح خاطر ولدك حاضر سينو تقعد تستنى شوي والله ودخلت تو عباد قاعدين يستناو دخلت وقعدت في الطاوله اللي ريزيرفي ومانيش باش نقوم خالت وحلفت خالت والله لاني باش نقوم ما عندك سي تري موفي سي تري موفي الحمد لله تبدا الناس الكل تغزر لا معناها ما نجمش تقول مش تقول ما نجمش تقيمها ما نجمش تعمل حتى شيء سافا مدام اقعد مرحبا بك تاخذ كوموند سي تري موفي فما حاجات ساعات يصيروا غراف باش لا ما يجيش دخان هاني قلت لك ما مشيتش كيف عطيني سوندري ما نكيفوش نخرج برا في البرد باش نكيف والله ماش قهوه ريستورون ما نكيفوش فما ساعات تلقى حاجات يعني وفيت في النهار سيغتينمون ديما عندك حاجه برشا 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 ديما توسيع البال والضحكه اما يلزم الكليون يكون عارف روحه
شنو زيد معناتها فما مينيموم معناتها نهزو مينيموم دو اخلاق وتربيه وفينا مينيموم فوالا دونك كان عندكم دي زانيكدوت عشتوهم تفعلوا معنا اكتبوا لنا شنو شفتوا شنو ريتوا شنو الحاجات اللي تحبوها تتبدل دونك ميرسي بوكو شيف دالي على التفاعل نتاعك دونك سي جي مسك دو تري بري ميرسي ميرفت احنا مازلنا معاكم حتى كشي نص نهار فصل صغرون باش نحكيوا على ماركه انا متاكده اللي باش تعجبكم باش نحكيوا على الشهر ويكاند عاصمة مرحبا بكم هذا لو ماك دي ويكاند مرحبا بكم الناس الكل باش نحكيو على ماركة باش تعجبكم دونك اليوم باش نحكيو على الشهر اف ام لاتيليي عاصمة مريم فرح شنو حوالك مرحبا بك مرحبا بك انت ويعطيك الصحه على الاستضافه يعيشك بالحق يعني يعطيك الصحه سي اون فريمون حاجه شنو تعرفوني كي نقول لكم راهو حاجه راهو حاجه بالحق هكا ولي البنات تقولوا لي باش حاجات عجبونا سي تري رافيني اه وي وي سي برشا ذوق زيد عايشك فوالا برشا برشا ذوق دونك جوستمون باش نحكيو على هذا الكل صح شه الاسم تري هكا الوغ بالنسبه للاسم شوف انا راني عندي شويه ميول الاصاله اي ويقولوا لي انت لابارانس نتاعك اللي بلوتو مودرن كو تراديسيونيل انا في الداخل القلب بركه شويه هكا مي سينو عندي يسرك الميول للعيشه نتاع قبل للمماواتنا كيفاش كانوا يتكلموا اون بلوس اون لي زاك كوتويي معناتها مش صغيره دونك قعدت نخمم شنو هو الاسم اللي نجم نعطيه الحاجه كيفا كيما نقولوا توا في عصرنا هذا تضرب الحقيقه تشد الاسم الشه يشد فوالا ونحب حاجه اللي معناتها كي غتراس لا بوتي دو دي برودوي كو جي فير نلقى فما روعه فما حليه فما هذا الكل بون موجود قعدت نخمم بوندون بلوزيون سيمين راني نخمم بنتي تجيب لي هكا افكار وانا نقول لها لا سي با سا في الاخر تفكرت هكا دوكو تفكرت مميتي الله يرحمها كيف تبدا هكا معناتها اون ستوبيفاكسيون قدام حاجه حلوه ياسر شاه شاه قلت لها هذه هي سي انا سي تحطت في بالي كواكو سي ان مو كومبوزي بون مي والله العظيم الحاجه الحلوه واللي عجبتني انا ديجا في لي زيكسبو لو بو ديكسبو كو جي في برشا عباد يعرفوها فما لا مينوريتي اللي ما تعرفهاش نقول لهم مي سينو برشا عباد يقولوا لي محلى هالاسم كلهم فريمون سا ما في انورميمون بليزير خاطر كيما قلت يعني اللي بتدخل اللي عاش مع عباد تحكي هكا سي يتمس حاجه فينا تمس تمس فينا فوالا الاصل نتاعنا كلمه ذكرى فوالا ذكرى تاع الطفوله وكل الكلام الحلو برشا كلام عاشقوا توا احنا شكون فينا واحد تشوف حاجه تقول الشه الشهاني او سي مانيفيك او سي سوبر او هكا شقولوا الشه الشه امبوسيبل ما تجيش في بالك هي محلاها فوالا تري بو سي تري جولي سي تري رافيني هذا كان مش طياره وما نعرف شنو مالوريزمون كلام اخر تبدل برشا فوالا دونك مانيش نحكيو على الكلام اليوم دونك لا مارك هكا شديتوها اسمها الشهشه تلقاوها سيغ انستغرام فيسبوك هي تخا نتعرفوا عليك ساعه انت مريم منين جيت كيفاش ودومينك وكيفاش وصلنا لهوني داكوغ باهي انا بيان سور اسمي مريم فرح الوغ انا عملت جو خرجت اسمها هي كليه الاقتصاد والتصرف بتونس دونك مش ارتستيك بالكل دوتو اي دونك جي في لا فاكولتي دي سيونس ايكونوميك دو جيستيون دو تونس جي اون ميتريز ان جيستيون و جي بوستولي بور ان ترويزيام سيكل انتر تان نسمع اللي فما ان كونكور دو ريكروتمون بور اون بانك بريفي اون لا بروميير بانك حاصل بيان سور عديتو en parallèle نلقى نفسي الحمد لله ماجور دو بروموسيون وخذوني وسيي وجيتي ريكروتي دون سيت بانك لا بون بيان سور جي في ان باركور ما نحكي لكش معناتها بلو دان كار دو سيكل معناتها 26 ans بركلا يعني بنكاجيه دونك كارير معناتها بنكاجيه دون ان ديبارتمون كبير اترانجي وتحتي با مال دومبلويي دونك كارير في البنك يعني مي اونتر تان بانكير اسكو عملت حاجات بركه هذيك محبتي في الحاجه هذيا قعدت لي جلي غفولي دوبوي ما تندر انفانس اما ما خممتش انك تعمل حاجه مش ما خممتش جافي ميم با لو تان دو لو فير البنك كيما تعرف سي كونترينيون سي ان اورير تري لون افيك لي ريونيون اي تو سكي سان سوي دونك امبوسيبل سيتي براتيكمون يعني حدك تقعد في الدار ما تعمل ما ماكش لا لا ما با انا في الدار ساعات دوسيات نكملهم اما مغرومه مغرومه ياسر انا ملي صغيره كانت الوالده الله يرحمها كانت كيف تخرج
العباد معناتها في عمري انا يقول لها شوكولا وحلوى وكا حكيت هذوك، انا نقول لها نحب اللوطه ونحب تسافر لبرا نحب شركه نحب حاجه ميم سي جو لا بورت با اعطيني بركة كل نحب لي زاكسيسوار مغرومه من اللود لي زاكسيسوار داكور دونك قعدت كلي نحب جو غوفولي سا ونحب نعمل ما بروبر كوليكسيون اي تو سا مي كيما قلت لك لا بانك مع الخدمه ما تنجمش برشا عبيد جو بونس يسمعوا فينا راهو في نفس السيتواسيون يقول لك نحب ماذا بيا اما ما عنديش وقت مع الصغار مع لي انفيستي في البنك معناتها نحن ديجا تربينا في عائله تربويه كان الوالد معناتها ديريكتور جينال دون سينيمون سيكوندير دونك اللي عنده هو ما فماش هذه خدمه ديبلوم دوات ديبلوم وخدمه وكل شيء لازم يكون اون بوني دو فور في وقتاش ملا صار الديكليك وقتاش قلت هيا ديكليك فوالا وقتاش صار وقت اللي الحقيقه اون افي لا بوسيبيليتي دافوار اون ريتريت انتيسيبي داكور فما قانون اللي خاول لنا نحن نسيب باش ابري طون داني دو سيرفيس افيك طون دو نومبر دونفون تنجم تاخذ تا روتريت انتيسيبي قعدت نستنى في الروتريت مش قعدت نستنى لانيفيرسير نتاعي هكا كيما نقولوا توا برسك لو لوندما جيتي ديبوزي مون دوسي معناتها مشيت ديريكتومون للعرس نستنى عرفتي كلي مشيت للعرس فوالا اكزاكت مشيت للعرس قلت له اسمع راني يلزمني نخرج قال لي كيفاش سي اور دو كيستيون مريم راهو برك الله بقعتك ماليتها ومعناش توا شكون نعملوا باساسيون سي تي ديفيسيل لا فيريتي معناتها ما تاش تي اسي لور عملتي سي وقتها ما عادش انا حدت في بالي وفي مخك الماركه حتى شيء في بالي اللي باش نعمل حاجه جو فولي مو كونساكري ا اون باسيون انا جي با مال دو باسيون انتر بارونتيز اما لي يعني عارفه اللي باش تسكر شابيتر وتبدا حاجه جديده داك جو فولي مو كونساكري ا كيك شوز كو جيم موا ميم بون داكور لا بانك ما دوني و جي دوني ا لا بانك اوسي مي سيتي با سوفيزان بور ما بروبر مون بروبر بليزير ا موا انا نعمل ميوزيك معناتها نغني نعزف هكا ان بو دو دانس جيم بيان لو كوتي ارتستيك في كل شيء قعدت لي هذه اللي انا يلزمني وقت ليها بيه دونك خلينا نبدا الوقت يزرب فينا دونك عملت فورماسيون عملت دونك جي بري ما ريتريت انتيسيبي جوست ابري كيما نقولوا جانفي 2020 جي اي ما ريتريت فيفريي جي في 4 ويكاند دو كور اكسيليري ان فورماسيون بو دون لي بيجو بيه جوست ابري بون سيتي لو كونفينمون ان جينيرال قد بوان بوال افيك لو كونفينمون افيك لو كوفيد اش عملت Heureusement que j'ai eu cette formation-là, et avec Marta, c'est une formation certifiante, certificat d'artiste. On a la rire, c'est bon. Chef d'art. Exactement. Et tu lis dans mes pensées. حاجه قديمه وحاجه كي فريمون بوزوان دتر رينوفلي ولا هكا لي ريدوني في. اي مريم خرجك اللي عندك ديجا ابدا باللي عندك. فرشتهم الكل على الطاوله وكل حاجه نلقاها مكسره والا مستحقه حاجه نحط حاجه في حاجه نعمل بكالي بانس اللي تعلمتهم الزل عاد فريشمون ابري حاسيل ورجعت فيهم الروح اخوتي هاتوا لي عندكم انا مازلنا قاعدين الكونفينمون طول هات نتعلم هات نعمل حاجه هكا هاو اي بي ابري دي كو لي شوز اون ريبري لور مارش كل تحلت الدنيا طول مشيت نشري في بيان سور لي فورنيتور لي بيير اي تو سا والحمد لله يا ربي وقتها جي لانسي سيتي ان اكتوبر فوالا دونك مش نحكيو على الشاشه مازلنا معاك دونك فاصل صغرون ونرجعوا معاك في الماك دوكان دونك نحكيو على مارك الشهشه دونك سمعنا بالباركور نتاعك ويعطيك الصحه ومحليه لو ميساج واحد ديما فاند كونت يوصل يعني ما ينسيش الغرام وما ينسيش توجور غاردي اسبوار دو رينوفلي سا في كونت يل فو والا ويزم تكون فما باسيون يزم تكون فما حاجه تحب يعملها دونك باش تبارك الله يعني لي زارتيكل محليهم باش مانيش عارفه باش نبدا بهذه ما نبدا بهذايا كي تحس كي الحنشه كا كي الحنش هذيك بون انا جو مسوي انسبيري شويه من نقولوا نحن اكل الغاكور نتاع تليفونات اي التليفون فوالا دونك او بيان سور لو تركواز سي توجور ا لونور ديما حاجه حلوه سورتو في الصيف انا توا خاطر فما كلكو بيس اللي يتراو في الصيف اكثر افيك ان ديكولتي ولا ان بوستي سي بلو فيزيبل اي بلو ابريسيابل دوري دونك كيما تقول انت خيط كي الخيط التليفون وفما تركواز هوني وهوني كل حناش ان فيت اي وسورتو كي لي مالياابل حاجه الحلوه اللي انت والرقبه انا جيسي توجور دو فير دي برودوي ولا دي ارتيكل كي سوا ادابتابل ا تو لي توت لي ديمونسيون ولا لي كو
هو الا لي باغ ولا اللي هو كان لي باغ نعملهم محلولين افيك اون بيتيت فونت وكان هذوما زاد جيساي دافوار دونك هذوما شان كوم افيك سي دو كوراي بلان اه كوراي بلان دونك كوراي بلان البينوس دي بيرل كوراي بلان محلي افيك دي دوكا بيير تيركواز والاخر سي ان كويفر ترامبي دون لور داكوردو نكملو نحطو هذه ترا محليه هذيك هذيك يسرح حلوه بورتي سورتو لي لي بوكل دوغاي سي ان بابيون سيكسيوني ان دو شطر شطر كل وزن محليه شطر اي شطر جناح منا وشطر جناح منا افيك لو رابيل او نيفو دو بوست دونك هذا البوكل دوغاي منا ومنا وهوني هذاك الكولي هو وي ومحلي لو كوتي اسيميتريك دونك فما جوست نص جناح نتاع فرطات فوالا فوالا وتوا سي لا توندونس اوسي اي ما حبش تطيح الاسيميتري وي دونك نشاو هذا ش عندنا هذيك سي دي زاغات افيك ان سولي بون هذيك اللوطانيه سي دي زاغات افيك لا بيير كورنالين سينون لو بلو فان دو كولي دو كولي خاطر باقي تبقى على الدقيقه فوالا هذيك سي زاغات افيك لا بيير دو كورنالين افيك لو سولي ليتي عملت حتى دوتر ران دو بيرل افيك دوتر كولور سولون لو بيزوان دي كليانت وهذي هذيك زاد هذيك انديري دي فوسيل سي دي كوب دو فوسيل لوتانين دوك المدورين افيك دي زاغات افيك ليفوار من الفوق ايفوار اناكر تري جو مخليها بالحق حتى ريشيرش حتى في تعمل دي ريشيرش حتى في لي بيغ اي 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 الحقيقه جي سي توجور دو ماري لي بون بيس مع بعض وهذي هذيك ان ترومبلوي من البعيد يظهر لك كانوا تركواز وهو سي دو بوا اها لوحه سي دو بوا لاكي اها داكوردو دونك دخلت حتى اللوح اي بون انا نعمل راني شويه اللوح شويه كويفر وانت تعمل وحدك هذايا بون انا خذيتهم الحقيقه ماتيير بريمير مع كيما نقولوا وعطيت لشكون هكا عندي ان سيغتان واحد اون ريفليكسيون فيهم وعملهم لي ودهنهم لي ولققهم لي وكل سي جولي دي فوا جو سو تريت باسكو جو بو با تو فير هذيك اكزاكتومون هذيك انا الحقيقه هذيك ياسر نحبها ما نعرفش عملت منها كعبتين خليت كعبه لينا تيلمو تخطفوا الكعبتين هذوك قلت نكمل الثالثه ليا هذيك سي اون ديري كيما قلت انت ان كوليي دو جاسمان هذوك عندي من قبل دو فو جاسمان بيان سور هذوك والاخر عملته قلت هي تقول عليه واحد ياسمين دير كي كونت جي بوبليي سا افيك المشموم بحذاها هكا والورقه اللي تيلاني كان شفتها لو بتي ديتاي ورقه الياسمين اي سي جولي اي سي جوست بور مونتري كو سي سي ما سا رابروش على ناتور فهمت حبيت حاجه اللي تكون بلوتو ارتستيك حلوه وهذي اللي تحسها شويه افريكان اي هذيك سي دي كريستو عقيق فوالا مخدومين بون هذيك الحقيقه سي نجم نقول لك دلا ريكوب هذيك عندي شركه قديمه خذيت لها القلب نتاعها بون ان اي ان سيرفي بلو ا ريان وعملت لها ان روند اغات افيك لي بول نتاعها اسورتي و سا دوني ان اوتر سي جولي عندك توش نتاعك عندي توش سيسكم فوالا سيسكم اون سيس دو مي دير بوندون لي اكسبو يقولوا لي هانا قاعدين ندورو بارفو اون اي 6 او 7 اكسبوزونط ان بيجو يقولوا لي فما روح فما روح كلمه تتعاود ديما تقول لي فما روح فما توش نتاعك انا جو كومبرون با ce qu'elle sent exactement mais les ça fait plaisir la vérité parce qu'elle a femme beaucoup de femme barche marquée تاع les accessoires ou femme à un moment donné تحس بكل مشابه لبعض معك انت تحس femme une touche نتاعك بصمه نتاعك هذا 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 بابوش هذيك كل بابوش سي دا ريكومبوزيسيون ماهوش حقاني و بيان سور الالوان هذوك اي فوالا لقطتهم هكا كعبه كعبه باش عملت بهم باسكو في الصيف هذاك ديما انا جو بروجيت توجور ليماج نتاع الكولي على حاجه تتلبس دونك جي تروفي كو سي كولور سون تري فاسيل ا بورتي محليهم هكا باستيل في الروزي بيان سور محليهم ران دو بيرل هكا سا رابيل شويه سي تري جولي هذا ياسر حلو وصيفي كيما انت صيفي هذا عندي فولار هذيك اتاش فولار هذيك pour montrer que je fais même les attaches foulard pour quelqu'un qui aimerait cacher son cou elle a يزين من غير ما يلبس حاجه ثقيله على رقبته ولا على اذنيه ديجا هذيك كيف تحطها هكا قدام وتربطها من التالي سي
le tour est joué. Ah oui, c'est très joli. Et bien sûr, je fais d'autres modèles. يعني مش كان هذا الشيء مش كان هذيك برك دونك نوارا تحطها في الفول وتحطها في الفولاغ اللي تحب عليها الفولاغ اللي تحب عليها حتى بالنسبه للمتحجبات ينجموا كيف كيف ياخذوا معناتها ما كيفاش تحطها متحجبه معناتها تنجم تخبي بها في عتق هذه الفولاره بتاعها هي بيدها تخترها آه تعملها كاسا شانج ان بو ساكاس ان بو لو فولاغ اللي على راسها بي انا هذايا سيرسو Oui, avec c'est un cerceau, c'est une grappe de raisin avec des perles d'agate, c'est kif kif, ou aventurine. C'est un cerceau en cuivre. Bien sûr, je le fais aussi en argent, mais comme l'argent il est plus coûteux, donc sur commande, je peux le faire aussi. Avec c'est typiquement ça y est, fille. Avec bon, il y a maqlouba normalement, misselch kif kif. Voilà. هذوك سي دو ناكر دو فري ناكر هذاك اي فري ناكر هذاك حبيتو هكا حاجه ناتوريل نتاع بحر نتاع افيك لو كوراي بلان اي روج سا سماري تري بيان محليها تري جولي هذاك بورتي وكل وحده عندها ستايل نتاعها ما يشبوش لبعضهم وي وي هذيك الحاجه اللي نحب انا هذايا عقيق زيدا هذاك عقيق هذاك سما بري انورميمون دو طون على خاطر وي وي خاطر ماهوش ساهل باش تقعد انت سورتو باش تحطهم هكا اون باراليل tu vas les rassembler tu dois avoir une certaine un certain équilibre ما يلزمش شي مبوط دونك مي سي جولي انا الوقت اللي نعديه pour faire tout ça pour moi c'est un temps de gagner ساعات ننسى روحي والله ساعات مره حرقت فطوري معناتها pour vous dire اكلي واحد ينسى نفسه فريمون يختص يختص ماشي مغرومه هذا هو واحد مغروم زيد هذه تري جولي هذيك سيت اون كوب داغات هذيك تبدا هكا يوني غادي كو ياسر ياسر حلوه دايغ تتحل اي هز وحده على فوالا ولاغات اي سيت اون اغات هذيك محليه اغات لازمها اون روب تري سامبل تري سامبل حتى شيء فوالا اون روب نوار سامبل اي ديكولتي وي لي مانشيت لي مانشيت Bien sûr, je n'ai pas de tendance pour le turquoise. Oui, apparemment, très beau. Donc, femme, c'est en cuir. En cuir, ou fiust le cuir, amla hadida bch. Bien sûr, je tire la forme du poignet. Ou nawara agate. Nawara, lele c'est des turquoise. Turquoise. Ou heavy. Heavy, c'est turquoise et cuivre. Heavy de trace. Et cuivre. Donc, très joli, c'est ça. Marie, c'est ça, il y a un arche qui est ايش عندنا شو لي بوكل دوغي عندنا لي بوكل دوغي اون بانوبلي ما جبتش برشا دونك هذي عندنا هذيك ان ناكر فوالا ناكر ملوطه اي فما هذيك ان لابيس لازولي سي ان موديل معناتها انتيكا عملت له دي بيير هكا دو لابيس لابيس كي ا بوكو دو فيرتو سور هذي شنو هي هذيك عملتها ليله العيد الصغير سي كوم كوا اون انسبيراسيون هليل العيد والقمره الهليل والقمره واحده تجي هليل واحده تجي قمره هي على اوريجين ما جي في معناتها اون بير يا اخي خذيت واحده قالت لي ما تجيش زوز سي ترو شارجي دونك نلبس واحده منها سا سوفي خليت لي كعبه بون قلت خليها ميسي جون توكا سي فري كو سي ان بو شارجي هذيك سي سي ان سيربون انرولي هاي شو حناش داير في روحي في روحه واي وافيك اون غوت زعما هذيك دو كريستال روج داكوردو والاخرى نعرفش فما ميساج هذيك سي ان فلامون alors هذيك لابس كيف يتلبس فريمون il faut montrer comment ça se porte comme un appareil auditif qui cache le lobe de l'oreille يجي الواحد الكل يغطي tout le lobe تهبط منها الغوت هذيك محليها تري جولي بورتي هذيك وي ابري بون هذيا خليها للاخر نشوف ايش اي سي با غراف شان اخر شان عندنا فينهم اللي برا شفناهم نتاع الماليه الخلال فما بلات نزلوا اي في الماليه الاخرى هذيك ان بات دو فير سي دي اي سي دي روز معمولين بيان سور بالقلب نتاع بات دو فير عندي ديجا هذيك البلار بلار اي بلار بلار سي جولي بهتم شو تعادي جوستومون اللي كنت تحكي عليها بوفينا دونك ها هو هذا اللي تحكي عليه اي على هذه فوق اي دي دي موديل بون فما حاجات الانتيكا فما لو تريبال فما هذوما هذوما الانتيكا وي وي وني فما دي بلانت هذوك دي جو بونس ازني الحل ميسيلش اي فما دونك دي موديل كبار شويه بالنسبه بور سيل كيام
لي غران فورما دونك هذا يزيد كيف كيف هذاك يدخل ديريكتومون ويتلبس سا دون ان تري بو بروفيل هذاك شان اخر هوني عندنا وضع هذيك تتحط ورا لوفن الوغ سي تيبيكمون افريكان دونك واحد كيف يبدا هكا دو بروفيل تو فوا كو لي كوكياج البابوش هذيا تعمل لي باك لي باك محليها ما جبتش برشا خاطر هذيك سي ما ديرنيغ باك هذيك اللي عملتها وي سي جولي سي جولي تلبس هكا الاندكس اي مرجان ودايره بالنوار دايره بالنوار لي كات كوتي نتاعها سي جولي بالحق اي هذيك موديل مسميته سيدي بوسعيد قولي علاش ما نعرفش خاطر فيه البلو نتاع سيدي بوسعيد لو ناكر سا ما انسبيري وحلوه ياسر هذيك ملبوسه فيها خدمه حلوه برشا زاده كيف كيف بون الي ان بو لورد كامام بالنسبه لي قاسوها بون باش تو يجي نهار لي مستانس بال هو فوالا لي مستانس ها فما زوز فما الخفيف للي يحب الحاجات الخفيفه فما حاجه خفيفه فما يعني فما الشوا عندك سي ان بلوتو ان اونيفير فلورال شويه ماريتيم اي فوالا ميتيجي جو ديري فما هكا وهكا بون انا تويكا جبت لك بلوتو لا توندونس دو ليتي كان تشوف ليفير تلقى دي كولور ان بو بلوز اوتونال تلقى حاجات اللي ما نعرفش انا